تلقوتي مراسم تنصيب السيد خالد الجورع الذي حظي بفقد غالية لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم، حيث تفضل حفظه الله بتعيينه واليا على جهة مراكش آسفي وعاملا على عمالة مراكش. وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بالعمل الذي قام به السيد خالد السجنو إلى ستوليه مسؤولية على رأس ولاية الجنة، والتي أبان خلالها عن حس وطن عالي وكفاءة كبيرة في تدبير الشأن العام، لا سيما في ظل ما راكمه من خبرة كبيرة في مختلف المسؤوليات التي سبق وأن تقلدها ترابيا مركزيا. السيدة والسادة، تحظى وزارة الداخلية بأدوار استراتيجية هامة كفاعل أساسي في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات بحكم تواجدها الترابي وبفعل ما خولها الدستور والقوانين والاختصاصات الواسعة لتعيين النهوض بها بكل ما يلزم من الحكمة والفعالية. ومما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على المصالح الترابية لوزارة الداخلية هو مستوى انتظارات المواطنين وحاجياتهم المتنامية التي تفرض استحضار حكامة جيدة في جميع جوانب التدبير اليومي والاستراتيجي والسعي لتحقيق الصالح العام بكل التزام ومسؤولية. من هذا المنطلق تم الحث على تمكين ولاة الجهات من الإمكانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح دورهم كمحرك رئيسي لمختلف المسارات التنموية. في هذا الإطار تم العمل على تثبيت الدور الدستوري لوالي الجهة بموجب الميثاق الوطني لا تمرد الإداري بما يمكن من بلوغ الأهداف التنموية على المستوى الترابي. النجاح في تجسيد الأهداف المتوخاة من هذا الميثاق يشكل مفتاحاً أساسياً لكسب رهان الجهوية المتقدمة التي توجد الآن في منتصف الطريق، حيث أنه بالرغم من النتائج الأولية التي تم تحقيقها إلا أنه مع ذلك فالتحديات ما زالت قائمة ويحتاج تحقيقها إلى مجهودات كبيرة وانخراط قوي من طرف كل الفاعلين من سلطات الإدارية وجماعة ترابية وهيئات إدارية لا متمركزة وقطاع خاص وفعالية المجتمع المدني. نولي في هذا الصدد الثقة الكاملة لأداء الرجال ونساء الإدارة الترابية وقدرتهم على مواجهة كل التحديات المطروحة ومن النتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها في عدد من الأوراش خير دليل على ما يتمتعون به من روح المسؤولية في خدمة مصالح المواطنين وفق مقاربة وقوامها الجدية والتفادي في العمل. مقاربة نحرص على إنصائها كثقافة وسلوك يومي في تعاطينا مع تدبير الشأن العام وتتبعنا للمشاريع الكبرى المهيكلة. غايتنا التدشين لتصور جديد لنموذج الحكامة الترابية ينقلنا من حكامة النوايا والتوجهات إلى حكامة النتائج والإنجازات والآثار الملموسة. لهذا الغرض يتطلب النموذج الترابي الناجح فضلا عن تغيير العقليات والتوفر على أفضل الكفاءات ثلاثة دعامات أساسية: الالتزام المسؤول والمباشر والقوي من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة من طرف الساكنة، تسهيل خلق فرص الشغل عبر استغلال الإمكانات المختلفة التي توفر عليها كل منطقة وتكميلها، توفير خدمات عمومية وتحسين جودتها بما يسمح بتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة. كل هذه التحديات وغيرها تحتم علينا مضاعفة الجهود لخدمة الصالح العام والانخراط الكلي في المرحلة المقبلة بعزيمة أكبر والتزام أقوى لنكون جميعا في مستوى الثقة المولوية السامية وفي مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا.